انت اللي تعرفي الروح وصراره وانت اللي كنت نقول لك زين كنت اللي سقه قهوة يا الغايب رايح فين لين صهري تعد الليل خطينا فرح وويل ويلو يا ويلو ويل من الحب واعراضو نعرف حبيبي قلبه ملكي يصرى اللي يصرى يخطي فتره ويرجع لي ما حبيبي قلبه ملكي يصر اللي يصرى يخطي فترة ويرجع عليه جاية هي أغنية إخراج الكليب حمزة يملاحي وتوزيع أمين عمراتي كلمة أيوب بومكني وألحاني اغنية خدمتنا هنايا في الدار البيضاء عندنا في الاستوديو مع مع امين عمراتي وبالنسبه للكليب كليب كليب تا صورناه في الدار البيضاء انتم ديجا شفتوا لو كليب كاين توين صورنا الفوق مصورين مع التوين مع الجامع ديال تاني أو وكامل صور في كازا حاليا انا كيجيني انه التوزيع ديال الالبوم قاصح شويه غالي شويه ما خصو وقت ودابا عصر السرعه ما بقاش باش نوجد البوم راه خصني واحد عامين ديال ديال دي الكلاس وديال نجلس انا وراسي ونخدم أه عصر الصور على الببليك ما بقاش كيقدر يتسنى الا سنيتي امين ساك بيبليك صافي ما يمكنش ينخرج لك انا البوم كل 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 ربع شهور كل ثلاث شهور قاصح على اي فنان فداك الصح حالك كت... كتحط البوم فيه عشرات الاغاني آه وتمشي جلس ثلاث سنين وانت كتوجد البوم اخر دابا لا دابا تحط البوم تمشي تجلس ثلاث سنين تجي تلقاه ساوك وعادي لانه كاين بزاف ديال الفنانه وكاين الانتاجات يوميا و داكشي علاش ما بقاش خدام فاش كنبغي ندير الحساني كنحاول نقلب دائما على هذوك الكلمات اللي نفهمهم اونسومبل ولكن وسط الاغنيات تقدر تكون ولكن وسط الأغنية تقدر تكون كلمه ولا جوج ما كتعرفيهاش هي بوحده اللي غتعلمي من هذه الاغنيه بارك عليك شي الاخر راه غيجيك ساهل كنقول انا واخا نعلمك غير جوج كلمات ولا تعرفي غير جوج حوايج على الثقافه الحسانيه في, اغنيه كافي والفن والحريه ولكن فاش كتكون كتقيس انا مابغيتش تعمق بزاف في ولكن كتكون كتكون كتقيس آه، شي حاجه اللي اللي أدخل في حريه ديال اشخاص اخرين ما ما نتقبلوهاش حدك الحريه ديالك ولكن الا قصتي حريه ديال ناس اخرين كنظن انه آه، ما بغينا حتى شي واحد شي حاجه خايبه صراحه والله ما كنتمنى لهم بقاو فيا صراحه بغض النظر على شنو وقع ما نبغيش لهم ما تبغيش له. له. له الحبس العدوك ما تبغيش ليه ولكن كنظن هذه دير قلت نتمنى انه ان شاء الله الا خرجوا يرجعوا ويديروا موسيقى لانه يقدر يكون عندهم زعما عندهم ما يقولوا يرجعوا يديروا موسيقى بصح ويخدموا ما يحقدوش ما يتقلقوش اعتبروا هذه تدير لهم العقل قليل شويه انا قليل في الـ في, الانستغرام في لي في 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 فيديو ما عرفتش والله ما عرفت لو صراحه حياتي الشخصيه شويه مخليها ليا وكنكون كونسونطري بزاف على انا كاع الوقت تلقيني خدام في ميوزيك في استوديو الا ماشي في ستوديو ما راني شاد غيتار وخدام انا وراسي الحياه الحياه الشخصيه ديالي صراحه ما ماشي ما قصدتش نبعدها تلقيت راسي ما ما نعرف ما يقدر يكون شي تواصل مع البيبليك ولا ما عرفتش مي دابا كنحس براسي شويه بعيد شكرا لكم على الفأس لانكم حاضرين معنا وكتكبروا بينا وكتحضروا معنا وكتعاونونا وكتقربونا من الجمهور كنبغي نشكركم بزاف كنبغي نشكر الجمهور ديالكم من خلالكم وكنقول لكم محمد عاطف رساله فنيه من القلب نتمنىها توصل للقلب ان شاء الله <applause>